Bon, je suis optimiste في الواقع أنا متفائل فيما قد حصل وتم توقيع وفيما تم التصويت عليه فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار. وبشكل عام ونظرا إلى الوضع الحاصل على مستوى الدول النامية أو الدول الأقل تقدما، يجب بذل جهود إضافية من أجل مجابهة مشاكل التكيف، لأنه عندما نجابه هذه المخاطر المناخية دائما ما يكون لدينا مكامن الضعف، وعلينا أن نقيس التأثير المتوقع وأن نتوقع إجراءات التكيف المطلوبة. وفي حال أخذنا الأمور ونظرنا إلى الأسباب الجذرية، سيكون لدينا قدرة لمساعدة المجتمعات المحلية. في حال لم يحصل ذلك، لكننا قد بدأنا بداية إيجابية مع صندوق خسائر والأضرار، هذه النقطة إيجابية، ولكن عندنا نبذل جهودا إضافية من أجل إنقاذ الكوكب، وأيضا للسماح للدول الفقيرة وغير النامية بأن تتأقلم مع هذه التغيرات المناخية.